لا لا اغنيه ديال الرجاء البيضاوي ديال الطرا ديالهم. انا غير عاودتها معاك ما كتبتها ما لحنت انا غير جو روبريس هاد شونسون باش ندعم الفريق. وانا اللي عجبني كنت تلقطها في نهار ديال الماتش مع الترجي اللي جبنا الكاس مبروك علينا من قطر وصافي بليزير. واللي ما عجبنيش الحال هي هاد القضيه هادي. وانا بغينا الرجاء باش نساندوا الفريق ويحيدوها لك. سي سي فريمون سي با جونتي دي تو كاع. بالنسبه لك انت يا كرجاوي كتشوف ان الجزائر غناوها وبقات لهم وداتش نجاح. وهذا الشيء اللي بغيت نقول لك غناوا لي الجزائريه والتوانسه والمصريين والفلسطينيين غناوا كل شيء الا مغربي. هذه هو ذاك هو المقطع اللي غنيته قلت لهم المسماهير حيدتوها والبراني خليتوها هي هذه. شنو كيبان لك؟ كيبان لي حنا واعرين في بعضياتنا. حنا في بعضياتنا ملي كنشوفوا شي مغربي ناجح ولا حنا بعضياتنا كل مغربي مع مغربي نقصفوا غير بعضياتنا. اما البراني ديما كنفضلوا على ود البلاد. شنو بان لك في الفنانين والصحه الفنيه كعامه انه شي ما كيعاونش؟ والمعروف هذا الشيء الفنان المغربي ما كيعاون الفنان المغربي قليل. هذا الشيء عندنا وخصوصا حنا عرف الصحه الفنيه ديالنا كاين ما عرفتش انايا ما فهمتش درك حتى لي ستيلي سون ديفيرون. ملي كتشوفي ستيل تاع الراي وتاع الشعبي وديال الموسيقى العصريه والمغربي ولا الشرقي شنو كيغني كتشوفي الفنان كيغني الشعبي مضار مع واحد كيغني الراي ولا واحد كيغني الراي مضار مع واحد كيغني الشرقي. ما سي با سي با نورمال. هذا هو اللي دوماج. حاولنا باش نتواصلوا مع الالترا وصيفطنا لهم ايميل وعيطنا شحال من واحد حتى كلشي كيقول لك ماشي انا الوغ خلينا هكذا.